يعد هذا المكان البيت الثاني للطفلتين آمال وزهرة، لكنه صار خطرا على هاتين القارئتين الصغيرتين بعد أن تهاوى جزء من سقف أقدم مكتبة للأطفال في اليمن والجزيرة العربية. اسمي آمال، الحين أحد المكتبة، ونحن نجي نقرأ هنا فيها. مش الآن المأمور صلح لنا إياها عشان نجلس نقريبه، لأنه بيتنا الثاني. مكتبة مسواط هي من أعرق المنشآت الثقافية، إذ تأسست في النصف الأول من القرن العشرين ومرت بمراحل حتى صارت متخصصة في كتب الطفل، وينتمي إليها عشرات الأطفال المستفيدين من معارفها المتنوعة. نود أن نلامس كل الناس وكل الأسر وكل المسؤولين في السلطة المحلية وزارة الثقافة عن ما تعرض له هذه المكتبة. تعرضت المكتبة لانهيار لجزء من السقف الخرساني، وهذا الانهيار الحمد لله أنه لم يكن أحد من الأطفال موجود في المكتبة. غياب الميزانية التشغيلية اضطر هذه المكتبة لاستضافة فعاليات مختلفة في قاعتها الصغيرة بأجر زهيد، لكنها الآن تحتاج ترميما عاجلا تقاعست عنه وزارة الثقافة والجهات الداعمة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.